أكد النائب عبد الرحمن بومجيد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أن الثقافة الحقوقية في المملكة أمست نهجا راسخا على كافة المستويات والمجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى حرص مجلس النواب ومشاركته في استثمار الفعاليات والمناسبات الحقوقية العربية والدولية التي تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي والتي تعكس الرغبة البرلمانية الصادقة لدعم المواقف الوطنية تشريعيا ورقابيا. وأشار بومجيد أن مجلس النواب وبرعاية كريمة من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس سينظم حلقة نقاشية يوم الأحد القادم يسلط فيها الضوء حول دور الجهات الحكومية في تفعيل الأسس التي كرسها ميثاق العمل الوطني المتعلقة بحقوق الإنسان. لمزيد حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب. سعادة النائب، أهلا بك. بداية، لماذا جاءت هذه الحلقة النقاشية وأردتم فيها تسليط الضوء على دور المؤسسات الحكومية في المجال الحقوقي وتفعيلها أيضا لما ورد من مبادئ في ميثاق العمل الوطني؟ مساكم الله بالخير، مساء الأخوة والأخوات المشاهدين. طبعا بدعم من معالي رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا دابت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتنظيم الفعاليات المتزامنة مع الأجندات الدولية والإقليمية بهدف تسليط الضوء على إنجازات مملكة البحرين في الشأن الحقوقي. تنظيم مجلس النواب لمؤتمر ميثاق العمل الوطني تحت رعاية جلالة الملك الله يحفظه خرج بتوصيات عديدة. من خلال هذه الورش نفعل تنفيذ ما جاء في هذه التوصيات من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية. احنا على علم ومتأكدين بأن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان قدمت ولا زالت تقدم الكثير وأنجزت الكثير في المجال الحقوقي التي تحتاج إلى أبراز، تحتاج إلى مناقشة وإيصالها إلى مختلف المواطنين داخل المواطن والمقيم، إضافة إلى مختلف دول العالم. احنا من خلال هذه الورشة نهدف اولا إلى ابراز دور هذه الجهات المشاركة متمثلة في وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة، إضافة تسليط الضوء على التشريعات الحالية وإذا كان هناك حاجة إلى تعديلها لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية، تعميم ثقافة حقوق الإنسان من خلال دعوة الجمعيات الشبابية ممثلي بعض ممثلي المجتمع المدني. سعادة النائب، بما أنك ذكرت الجهات الحكومية الأربع، الوزارات الأربع التي ستشارك في هذه الحلقة النقاشية، على مستوى أوراق العمل التي سيتم عرضها خلال الحلقة النقاشية، هل ستكون الأوراق مخصصة تجاه كل مؤسسة حكومية تجاه كل وزارة أم سيكون الحديث بشكل شامل وعام؟ لأننا نعلم أن ما تختص به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يختلف عما تختص به مثلا وزارة التربية أو وزارة الداخلية، هل سيتم تخصيص أوراق العمل لكل جهة بعينها؟ نعم، هو طبعا هذا يؤكد على التعاون والتنسيق بين مجلس النواب والحكومة الموقرة. كل وزارة تم مخاطبتها وتم تحديد من راح من المتحدث من قبل هذه الوزارة. طبعا واحنا خصصنا يعني نقاط معينة كوزارة الداخلية عن مراحل الاستدلال والتحقيق والتوقيف، وزارة التربية والتعليم تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في النشأ. يعني وضعتم عناوين لهذه الأوراق؟ اي نعم. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التنمية الاجتماعية. طبعا مملكة البحرين تقدم الكثير من الخدمات في التنمية الاجتماعية وكذلك ذوي الإعاقة. وزارة الشباب والرياضة، تعزيز حقوق الإنسان لفئة الشباب. من خلال الحلقة النقاشية ووجود العديد من المختصين في مجال حقوق الإنسان، نتأمل بأن نطلع بالعديد من التوصيات للعمل عليها وتنفيذها كتشريعات مستقبلية تخدم وتعزز من مبادئ حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك. مملكة البحرين. نعم، شكرا لك سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب.